بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، فلازلنا نقرأ في كتاب القواعد والفوائد الأصولية، القواعد والفوائد الجامعة والأصول والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. ووقفنا عند القاعدة الثالثة من قواعد هذا الكتاب المبارك، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. وهذه القاعدة من القواعد الخمس الكلية الكبرى التي ينبني عليها الفقه الإسلامي، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزول بالشك، والمشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، والعادة محكمة. وهذه القواعد الخمس ترجع إليها جميع مسائل الفقه الإسلامي، ويعبر عنها العلماء بأنها القواعد الكلية التي ينبني عليها الفقه الإسلامي. وقولهم المشقة، المشقة هي الأمر الذي يشق على الإنسان، أي يثقله ويتعبه، ومنه قوله تعالى بشق الأنفس، يعني بالأمر الذي يثقلكم ويتعبكم. والتيسير معناه التسهيل والتخفيف. والمعنى العام للقاعدة أن المشقة تكون سبباً من أسباب التيسير الشرعي، فإذا حصل للإنسان مشقة زائدة عن المعتاد، فإن الله سبحانه وتعالى ييسر على العبد بأن يخفف عليه الحكم الشرعي من أجل وجود هذه المشقة. والتيسير في الشريعة نوعان. النوع الأول تيسير أصلي، وهذا هو الغالب على الشريعة، فإن جميع أحكامها يسر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر. ومن لطيف ما جاء في القرآن أن الله سبحانه وتعالى قال: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. فأمر الله عز وجل بالمجاهدة حق الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأخبر أن هذا يسر على العباد وسهل عليهم، فقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهذه المجاهدة المأمور بها ليست من الحرج الذي لا يستطيعه العباد. هذا النوع الأول، وهو التيسير الأصلي. النوع الثاني تيسير طارئ، وهو التيسير الذي يوجد عند سببه، وهو المشقة التي ليست معتادة. وهذه القاعدة تتعلق بالنوع الثاني، وهو التيسير الطارئ. والتيسير الطارئ كما عرفنا هو
التيسير الذي يوجد عند وجود المقتضي له، الذي يوجد عند وجود السبب الذي يقتضيه. وهذه القاعدة وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير، قامت عليها أدلة قطعية من الكتاب والسنة، فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ففي هذه الآية الكريمة أخبر الله سبحانه وتعالى أنه يريد من عباده عندما أمرهم ونهاهم اليسر، فأثبت أن مقصوده من التكاليف الشرعية هو التيسير على عباده، ثم نفى ضده وهو العسر فقال: ولا يريد بكم العسر. وهذا من باب المبالغة في بيان أن هذا الدين يسر، وإلا فإنه يكفي أن يقول الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر، إلا أنه مع ذلك نفى ضد اليسر وهو العسر فقال: ولا يريد بكم العسر. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن العسر الذي يحصل للإنسان يكون معه يسر يحصل من الشرع، وهذا من رحمة الله. والله عز وجل في هذه الآية أخبر أن اليسر يكون مع العسر فلا يتأخر عنه، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وتخفيفه عليهم. وأيضا جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين يسر. فصرح النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم يسر، وهذا يشمل اليسر في العقائد، فهي عقائد سهلة واضحة، ويشمل أيضا اليسر في الأعمال، فهي سهلة مقدورة للمكلفين. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. والحاصل أن هذا الأصل وهو التيسير على المكلفين أصل مقطوع به، أصل من الأصول القطعية في الشريعة، لأنه قام عليها الدليل القطعي، وهو الاستقراء التام لجميع الأدلة من الكتاب والسنة، فدلت هذه الأدلة على هذا الأصل، وهو أن أحكام الله سبحانه وتعالى كلها يسر. والمشقة التي تكون سبباً للتيسير هي المشقة التي ليست معتادة، المشقة الزائدة عن المعتاد. أما المشقة المعتادة فهذه من طبيعة التكليف، لأن التكليف فيه نوع مشقة، لأن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده أيهم أحسن عملا، فطبيعة الأمر والنهي فيها مخالفة لهوى الإنسان، وهذا فيه نوع مشقة عليه. ولهذا العلماء يقولون: المشقة نوعان، النوع الأول مشقة معتادة،
هذه التي تحصل مع سائر التكاليف كقيام الإنسان للصلاة، فهذا فيه مشقة لكنها مشقة معتادة. وتوضأ الإنسان في اليوم البارد على وجه لا يضره، هذا فيه مشقة لكنها مشقة معتادة. وطلب العلم وهو من أعظم العبادات فيه مشقة لكنها مشقة معتادة. ودفع المال في الزكاة فيه مشقة لكنها مشقة معتادة. وإمساك الإنسان عن الأكل والشرب في نهار رمضان هذا فيه مشقة على الإنسان لكنها مشقة معتادة. والسفر للحج فيه مشقة لكن هذه المشقة مشقة معتادة. وهذه المشاق من جنس المشاق التي تحصل للإنسان عند سعيه في أمور الدنيا كالتجارة والزراعة والصناعة ونحو ذلك، فهي من جنس المشاق التي تحصل للإنسان عند قيامه بأموره الدنيوية. النوع الثاني مشقة زائدة عن المعتاد، وهي التي تكون سببا لهلاك الإنسان أو هلاك عضو من أعضائه أو وقوعه في مضرة ليست معتادة بأن يحصل له ذلك إذا فعلها أو إذا استمر عليها. وهذه المشقة وهي النوع الثاني هي التي تجلب التيسير، وهي المرادة في قول العلماء في هذه القاعدة: المشقة تجلب التيسير. فإذا عرفنا أن المشقة في قول الفقهاء في هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير، المراد بها النوع الثاني وهو المشقة الزائدة عن المعتاد. وضابط هذه المشقة أنها المشقة التي يترتب عليها هلاك الإنسان أو هلاك عضو من أعضائه أو يترتب عليها هلاك الإنسان أو هلاك عضو من أعضائه إذا فعلها أو إذا استمر عليها. والتيسير له أسباب، التيسير في الشريعة له أسباب استقرأها العلماء من خلال نظرهم في الأدلة التفصيلية من الكتاب والسنة. وهذه الأسباب هي أولا السفر، فإن الله سبحانه وتعالى جعل السفر من أسباب الترخيص والتسهيل على الإنسان، فإذا سافر جاز له أن يقصر الصلاة وأن يجمع بين الصلاتين، إذا سافر استحب له أن يقصر الصلاة وجاز له أن يجمع بين الصلاتين، وجاز له أن يفطر في نهار رمضان. والسبب الثاني المرض، فإذا مرض الإنسان جاز له أن يجمع بين الصلاتين وجاز له أن يصلي جالسا إذا شق عليه القيام في صلاة الفريضة وهكذا. والسبب الثالث النسيان، فإن الله سبحانه وتعالى خفف على عباده إذا حصل منهم النسيان فلم يرتب على وقوعه حصول الإثم، كما جاء في صحيح مسلم أن الله سبحانه وتعالى لما قال الصحابة رضي الله عنهم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله سبحانه وتعالى: قد فعلت. فهذا فيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى رفع المؤاخذة عن العباد عند حصول
النسيان والخطأ، وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والمقصود بوضع الخطأ رفعه، فإن وكذلك وضع النسيان رفعه، ووضع الإكراه رفعه. وليس معنى هذا أن الإنسان لا يقع في خطأ أو لا يقع منه نسيان أو لا يحصل له إكراه، وإنما معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى رفع الإثم بالنسبة لهذه الأعمال. فإذا أخطأ الإنسان في طهارته أو أخطأ في صلاته أو أخطأ في صيامه فأكل أو شرب ناسيا، أو أخطأ في الحج أو العمرة ففعل محظورا من محظورات الإحرام ناسيا، فإن الله لا يعاقبه على ذلك، بل رفع الإثم عنه. والنسيان عذر في المنهيات دون المأمورات، وهذه قاعدة من القواعد المتعلقة بالنسيان، أن النسيان عذر في المنهيات دون المأمورات. وإيضاح ذلك، لو أن الإنسان نسي واجبا من واجبات الصلاة فإنه قد رفع عنه الإثم، لكنه يجب عليه أن يأتي بهذا الواجب، بخلاف ما لو تكلم ناسيا في الصلاة فإنه ليس عليه شيء. وكذلك لو أن الإنسان صلى من غير وضوء ناسيا فإنه ليس عليه إثم، لكن يجب عليه أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة، لأن الوضوء من باب المأمورات. لكن لو أنه صلى وعليه نجاسة ناسيا، كما لو صلى وعلى ثوبه نجاسة أو على بدنه نجاسة أو في المكان الذي يصلي فيه نجاسة أو يحمل نجاسة في جيبه، كما لو وضع التحليل في جيبه ونسي وصلى ولم يعلم بذلك إلا بعد الصلاة، فإن صلاته صحيحة وليس عليه شيء، لأن هذا من باب المنهيات، والقاعدة أن النسيان عذر في باب المنهيات. ولو ذكر ذلك في صلاته فإنه يزيل النجاسة في أثناء الصلاة إن كان ذلك لا يحتاج إلى عمل كثير، ويتم صلاته وليس عليه شيء. أما إذا احتاجت إزالة النجاسة إلى عمل كثير فإنه يقطع صلاته ويزيل النجاسة ويصلي. فإذا من أسباب التيسير والتسهيل على العباد النسيان. الأمر الرابع من أسباب التيسير والتسهيل على العباد هو الخوف، ولهذا الله سبحانه وتعالى شرع لعباده صلاة الخوف من العدو، وجعل لها صفة تختلف عن صفة صلاة الأمن، وذلك رحمة من الله سبحانه وتعالى بالعباد. الأمر الخامس الإكراه، والإكراه الذي يكون سببا من أسباب التخفيف والتيسير هو الإكراه الذي لا يكون للإنسان معه اختيار، وهو الذي يسميه العلماء بالإكراه الملجئ، بحيث لا يكون للإنسان أي اختيار. أما إذا كان له اختيار وإرادة فهل يكون الإكراه عذرا في إسقاط التكاليف، في إسقاط التكليف، أو أنه لا يكون عذرا فيه؟ هذا محل خلاف بين العلماء على قولين،
وظاهر الأدلة لأنه يكون عذرا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فجعل الإكراه عذرا في النطق بكلمة الكفر بشرط أن يكون قلب الإنسان مطمئنا بالإيمان. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالإكراه في هذا الحديث يشمل الإكراه الملجئ والإكراه غير الملجئ. وقد عرفنا الفرق بين الإكراه الملجئ والإكراه غير الملجئ، وهو أن الإكراه الملجئ لا يكون للإنسان معه أي اختيار، كما لو أخذ إنسان ورمي على شخص فمات بسبب ذلك، فهذا إكراه ليس فيه اختيار. وأما الإكراه غير الملجئ فهو الإكراه الذي يكون للإنسان معه اختيار، كما لو أكره إنسان على تطليق زوجته مثلا، أو أكره على أن يفعل فعلا معينا من غير الجاء، فهذا إكراه يبقى للإنسان معه إرادة واختيار. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد وتيسيره عليهم أنه جعل الإكراه عذرا في سقوط التكليف. السبب السادس من أسباب التيسير على العباد هو الجهل، فإن الجهل نوع من الخطأ، والنبي والله سبحانه وتعالى يقول في الآية الكريمة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولما قال الصحابة رضي الله عنهم ذلك قال الله عز وجل: قد فعلت، رحمك الله. فدل ذلك على أن الجهل قد رفع الله عز وجل الإثم الذي يترتب عليه. والجهل الذي هو عذر للإنسان هو الجهل الذي يكون من غير تقصير للإنسان في تحصيل العلم. أما إذا كان مقصرا في تحصيل العلم فإن الجهل لا يكون عذرا له، لأن أسباب العلم متيسرة له ومع ذلك أعرض عن تحصيلها. فإن قال قائل إن وسائل تحصيل العلم في زماننا هذا انتشرت جدا، فيمكن للإنسان وهو جالس على فراشه أن يتعلم شيئا كثيرا، فالجواب أننا نسلم أنها انتشرت جدا وأنه حصل بسببها خير كثير، إلا أنه أيضا حصل بسببها شر كثير، وانتشر بسببها جهل وشبه كثيرة. ولهذا قرر المحققون من أهل العلم أن الجهل يكون عذرا في إسقاط التكليف بشرط أن لا يكون الإنسان مقصرا في تحصيل العلم. وهذا قرره ابن اللحام رحمه الله في القواعد، في كتابه القواعد والفوائد الأصولية. ولعل هذا القول وسط بين من جعل الجهل عذرا مطلقا ومن لم يعذر بالجهل مطلقا، والعلم عند الله تعالى. السبب السابع من أسباب التيسير والتخفيف على العباد هو عموم البلوى. والمقصود بما تعم به البلوى هنا هو
ما يشق على الإنسان أن يتحرز منه، ما يشق على الإنسان أن يتحرز منه، إما بسبب قلته وإما بسبب كثرته. فالذي بسبب قلته، من أمثلته ما يبقى في الإنسان بعد الاستجمار من البول أو الغائط من النجاسة اليسيرة، فهذه معفون عنها، لأنه لا بد أن يبقى شيء يسير من النجاسة، ومع ذلك عفى الله عنه وحكم بالطهارة مع وجوده، وذلك لعموم البلوى به، لأنه يشق التحرز منه. وما يشق التحرز منه بسبب كثرته، من أمثلته طين الشوارع والمياه التي تكون في الشوارع أو تنزل من الميازيب أو من ظهور البيوت، فإذا نزل ماء أو وجد ماء وأصاب بدن الإنسان أو أصاب ثوبه فإنه يعفى عنه، لأنه يشق التحرز منه. ومن أمثلته أيضا الجراد، إذا كثر مثلا في الحرم وشق على الناس التحرز منه، فإن الإنسان إذا وطئ جرادة في هذه الحال وماتت لا يكون عليه شيء، لأنه يشق التحرز منه. فهذه سبعة أبواب ذكر العلماء رحمهم الله لأنها تكون سببا لتحصيل التيسير والتخفيف العارض. والتيسير العارض ذكر العلماء له أنواعا. النوع الأول تخفيف الإسقاط، النوع الأول تخفيف إسقاط، وذلك إذا عجز الإنسان عن شيء فإن الله سبحانه وتعالى قد أسقطه عنه، لأنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. فإذا عجز عن الكفارة مثلا، إذا وجبت عليه كفارة وعجز عنها فإنها تسقط عنه، فإذا كان في زمان الوجوب عاجزا عنها فإنها تسقط عنه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. والنوع الثاني تخفيف تنقيص، ومن أمثلة ذلك قصر الصلاة، وذلك بأن تصلى الرباعية ثنتين، فهذا فيه تخفيف على العباد بتنقيص الواجب من أربع ركعات إلى ركعتين. النوع الثالث من أنواع التيسير هو تيسير الإبدال، وذلك بأن يجب على الإنسان شيء لكن يشق عليه أن يأتي به، فيوجب الله عز وجل عليه بدله. ومن أمثلة ذلك الوضوء، إذا عجز عنه الإنسان إما حقيقة بأن لم يجد الماء، أو حكما بأن وجد الماء لكنه لا يستطيع استعماله إما بسبب مرض وإما بسبب برد وليس عنده ما يدفئ به الماء، فأوجب الله عز وجل التيمم بدلا عن الوضوء. وكذلك لو عجز في صلاة الفريضة عن القيام فإن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه بدله، وهو الجلوس، تخفيفا من الله وتيسيرا. النوع الرابع من أنواع التيسير التقديم، ومن أمثلة ذلك تقديم الصلاتين في وقت إحداهما، كأن تصلى صلاة الظهر والعصر في وقت صلاة الظهر. ومن أمثلة ذلك أيضا تقديم الزكاة، فإن الله سبحانه وتعالى أجاز ذلك لمدة حولين تيسيرا وتخفيفا على العباد.
بشرط أن يأتي الحول والمال للمزكى نصاب. النوع الخامس لتخفيف أو تيسير تأخير، وذلك من أمثلة ذلك الجمع بين الصلاتين في وقت المتأخرة منهما، كأن يجمع بين الظهر والعصر مثلا في صلاة العصر، فهذا التخفيف أو تيسير لتأخير على تأخير للعبادة في وقتها تيسيرا وتخفيفا على العباد. ومن أمثلة ذلك أيضا أن العبادة الموسعة يجوز للمكلف أن يأتي بها في آخر وقتها قبل أن يخرج الوقت، وهذا تخفيف على العباد وتيسير لهم. النوع السادس من أنواع التيسير والتخفيف على العباد هو تخفيف التغيير، وذلك بأن يغير الله سبحانه وتعالى صفة الواجب. ومن أمثلة ذلك صلاة الخوف، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بها أن تصلى لجماعة وغير صفتها عن صفة صلاة الأمن كما هو موضح في كتب الفقه. النوع الأخير من أنواع التيسير والتخفيف هو تخفيف الإباحة، وذلك بأن يكون الشيء محرما لكن الله سبحانه وتعالى يبيحه عند وجود السبب الذي يقتضي الإباحة. ومن أمثلة هذا أكل الميتة للمضطر، فإن الله سبحانه وتعالى حرم على الإنسان أن يأكل الميتة وهي التي ماتت حتف أنفها من غير ذكاة، أو ذكيت ذكاة ليست شرعية، ذكاة لم تتحقق فيها شروط الذكاء، فلا يجوز للإنسان أكلها لأن هذا يترتب عليه مضرة عليه. لكن الإنسان إذا اضطر لأكلها كما لو كان في برية، لو كان في صحراء ولم يجد شيئا يأكله إلا هذه الميتة، فإنه يجوز له أن يأكل منها ولا يجوز له أن يأكل عما زاد عن حاجته، فيأكل بقدر ما يزيل الضرورة، لأن الضرورات تقدر بقدرها. وكذلك لو أن الإنسان غص بلقمة ولا يوجد عنده إلا خمر، فإنه يجوز له أن يسيغ هذه اللقمة بالخمر، وذلك لأن الضرورات تبيح المحظورات. فتناول الخمر في هذه الحال يكون مباحا، لكن قبلها وبعدها يكون محرما، ولا يجوز للإنسان أن يكون معه أو عنده خمر. لكن لو حصل هذا ولم يجد إلا خمرا يسيغ به غصته، فإنه يجوز له أن يأخذ أو أن يشرب من الخمر ما يسيغ هذه الغصة. ولو أنه عطش هل يجوز له أن يشرب من الخمر إذا لم يكن عنده إلا هو؟ والجواب على هذا أنه لا يجوز، لأن الخمر لا يزول به العطش، فهو يزيد العطش كما يقول لذلك العلماء. ولا يفهم من هذا أن الإنسان يجوز أن يكون معه خمر في مجلسه أو في سيارته أو في بيته، فإن هذا محرم عليه، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الخمر شربا وأكلا وبيعا وشراء، ومنع جميع الأسباب التي تؤدي إلى ذلك. فهذه جملة أنواع التيسير والتخفيف التي جعلها الله سبحانه وتعالى لعباده.
وهذه القاعدة وهي قاعدة المشقة لتجلب التيسير ينبني عليها فروع أصولية وفروع فقهية. فمن الفروع الأصولية التي تنبني على هذه القاعدة أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة والطهارة، فالأصل في الأشياء النافعة أن تكون مباحة وأن تكون طاهرة، ويدل على هذا قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهذه الآية تدل على ذلك من جهتين: الجهة الأولى أنها جاءت في مساق الامتنان، فالآية وردت على وجه الامتنان، فإن الله امتن على عباده بما خلقه لهم في الأرض جميعا، وهو سبحانه وتعالى لا يمتن إلا بشيء مباح، الله لا يمتن إلا بشيء مباح. فأخذ العلماء من هذا أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، أما الأشياء الضارة فهذه الأصل فيها التحريم، وكذلك الأصل في الأشياء الطهارة، فإذا شككنا في شيء هل هو طاهر أو نجس ولم نجد دليلا يدل على أحد الأمرين فإننا نتمسك بالأصل وهو الطهارة. أيضا من الأصول التي تنبني على هذه القاعدة أن الظن معتبر. قبل أن نذكر هذا الأصل نعود للآية وهي قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم، فهي قلنا تدل على أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة من وجهين، ذكرنا الوجه الأول. الوجه الثاني قوله في الآية: لكم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، واللام هنا تدل على التمليك، أي أن الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى مملوكة للعباد، وإذا كانت مملوكة فإنها تكون مباحة لهم. هذا هو الأصل الأول الذي يندرج تحت هذه القاعدة. الأصل الثاني الذي يندرج تحت هذه القاعدة هو أن الظن الغالب معتبر، ولهذا يقول العلماء: الظن يقوم مقام اليقين عند تعذره. فإذا تعذر اليقين فإن الإنسان يعمل بما يغلب على ظنه، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وتيسيره على عباده وتخفيفه عليهم، لأنه لو اشترط اليقين في كل مسألة لترتب على ذلك الوقوع والحرج. ومن أمثلة هذا أن الإنسان إذا غلب على ظنه أن القبلة إلى هذه الجهة فإنه يعمل بمقتضى ظنه، وكذلك إذا غلب على ظنه لأنه صلى ثلاثا لا ثنتين فإنه يجعلها ثلاثا عملا بظنه الغالب، وهذا من باب التيسير والتخفيف على العباد. وإذا شك هل طاف ستة أشواط أو سبعة أشواط وغلب على ظنه أنه طاف ستة أشواط مثلا فإنه يجعلها ستة، وإذا غلب على ظنه أنه طاف سبعة فإنه يجعلها لسبعة أشواط عملا بغالب الظن. وهذا كما قلنا من رحمة الله عز وجل بالعباد وتخفيفه عليهم، لأنه لو اشترط اليقين في كل مسألة من المسائل لترتب على ذلك وقوع العباد في الحرج والمشقة، والشريعة جاءت برفع الحرج والمشقة عن المكلفين. أما الفروع الفقهية فتقدم أمثلة لها متعددة عند ذكر أسباب التيسير وأنواعه. وبالجملة جميع الرخص المخففة على العباد تندرج تحت هذا الأصل، وهو المشقة تجلب
التيسير. وهذه القاعدة وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير لقاعدة نافعة في العمل ونافعة أيضا في الفتوى، فهي نافعة في العمل كما تقدم في الأمثلة السابقة، فإن الإنسان إذا وجد بالنسبة له مشقة زائدة عن المعتاد لسبب من أسباب حصول هذه المشقة، فإن الله عز وجل يسره عليه وجعل له طريقا سهلا له. وهي أيضا مفيدة في الفتوى، فإن المفتي يفتي المكلف بما هو أيسر له ما لم يوجد دليل يدل على الفتوى بالعزيمة. لكن التيسير في الفتوى له ضوابط مهمة حتى لا يؤدي التيسير في الفتوى إلى خلاف المقصود منه، وهو تحلل العباد من التكاليف وتفلتهم منها، حتى لا يحصل التفلت البشري كما يقول أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله. لأن التيسير في الفتوى إذا لم يضبط بضوابط محددة لأدى إلى خلاف مقصوده، وهو تفلت الناس من التكاليف. والله سبحانه وتعالى من أعظم مقاصده التي جاء بها الكتاب والسنة هو التعبد له عز وجل، وهذا هو مقصود المقاصد. فكل المقاصد الشرعية والأحكام المعتبرة والأصول المقررة الهدف منها تحقيق هذا الأصل، وهو العبودية لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكما قال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولأجل هذا ذكر العلماء ضوابط مهمة للتيسير في الفتوى، وهذه الضوابط يجمعها أصل، وهو أن يكون التيسير راجعا إلى أصول الشريعة، أن يكون التيسير في الفتوى على وفق أصول الشريعة. وهذا الضابط ذكره المقري رحمه الله في قواعده، وهو أن يكون التيسير على وفق أصول الشريعة. والمراد بأصول الشريعة قواعدها العامة وأدلتها الجزئية. ولهذا فإن أي فتوى يراد بها التيسير تخالف أصول الشريعة الكلية والجزئية فإنها تكون فتوى باطلة. ومن القواعد المتعلقة بهذه المسألة قاعدة ذكرها صاحب شرح المجلة وهو علي حيدر رحمه الله، لأن المشقة تجلب التيسير إذا لم يوجد نص، يعني إذا لم يوجد نص يخالفه هذا التيسير. أما إذا كان التيسير مخالفا لنص من نصوص الكتاب والسنة فإنه حينئذ لا يكون معتبرا، لأن أعظم التيسير وأجله وأفضله هو ما جاء به الكتاب والسنة، فإن الكتاب والسنة مبنيان على التيسير، كما تقدم من أن الشريعة كلها مبنية على اليسر، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم
في الدين من حرج، وهذه مسألة مهمة. وعرفنا أن هذه القاعدة مفيدة من ناحية العمل، ومفيدة أيضا من ناحية الفتوى. ولما فرغ المصنف رحمه الله من هذه القاعدة شرع في قاعدة أخرى، وهي القاعدة الرابعة، فقال: القاعدة الرابعة الوجوب يتعلق بالاستطاعة، فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. وهذه القاعدة من القواعد الكلية، كما يقول ذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي قاعدة الوجوب يتعلق بالاستطاعة، قاعدة كلية، وهي وثيقة الصلة بالقاعدة السابقة، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. ووجه صلتها بالقاعدة السابقة هو أن التكليف مع عدم الاستطاعة فيه مشقة على المكلفين، فإذا أمر العبد بشيء وهو لا يستطيعه فإن ذلك يكون عليه فيه مشقة، وكذلك إذا نهي عن شيء وهو لا يستطيع الانفكاك منه فإن ذلك يكون عليه فيه مشقة. فهذه القاعدة كما عرفنا وثيقة الصلة بالقاعدة التي قبلها، ولعل الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله ذكرها بعدها لأنها لها بها اتصال. والاستطاعة لشرط في التكليف بإجماع الفقهاء وأكثر العلماء، فتكليف العاجز عن الفعل غير واقع في الشريعة، لم يقع في الشريعة أنها كلفت العاجز عن الشيء. ولهذا العلماء يقولون التفريق بين القادر والعاجز في الشريعة أصل معتمد من أصول الشريعة، فالاستطاعة شرط في التكليف بإجماع الفقهاء. وضابط الاستطاعة ما هو؟ ضابط الاستطاعة هو الاستطاعة التي يحصل بها الفعل من غير مضرة راجحة، هي التي يحصل بها الفعل من غير مضرة راجحة. فإذا كان الإنسان يمكنه أن يأتي بالفعل من غير أن يترتب على ذلك مضرة راجحة على لمصلحة الفعل فإنه يوصف بأنه مستطيع. أما إذا كان يترتب على ذلك مضرة مرجوحة، إذا كان يترتب على ذلك نقول إذا كان الإنسان إذا فعل الفعل ترتب على ذلك مضرة راجحة على الفعل فإنه يكون غير مستطيع. أما إذا كان الفعل يترتب عليه مضرة لكنها مرجوحة، يترتب على هذا مشقة على الإنسان لكنها مرجوحة، فإنه يوصف حينئذ بأنه قادر على الفعل شرعا. فإذا ضابط الاستطاعة أنها الوصف الذي يحصل به الفعل من غير مضرة راجحة. وهذا الضابط ذكره شيخ الإسلام لابن تيمية رحمه الله. فإذا عرفنا أن هذه القاعدة متفرعة على القاعدة السابقة، وعرفنا أن الاستطاعة
شرط من شروط التكليف، وعرفنا ضابط الاستطاعة وأنها ما يحصل به الفعل من غير أن يترتب عليه مضرة راجحة بالنسبة للمكلف. وهذه القاعدة دل عليها أدلة من الكتاب والسنة، فمن الأدلة قوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فقد أوجب تقواه سبحانه وتعالى، أمر بها في قوله فاتقوا الله، وقيد الوجوب بالاستطاعة فقال ما استطعتم أي مدة استطاعتكم لذلك. ولهذا العلماء يقولون في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قالوا معنى ذلك اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ويدل أيضا على هذه القاعدة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فدل ذلك على أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأوامر في العبادات والمعاملات لا يكلف الإنسان منه إلا بما يستطيع. وأجمع العلماء على أن الشريعة لم تكلف بشيء يعجز عنه الإنسان، فإذا عجز الإنسان عن شيء فإنه لا يكون واجبا عليه. وهذه القاعدة يتفرع عنها قاعدتان ذكرهما المصنف رحمه الله. القاعدة الأولى أنه لا واجب مع العجز، والقاعدة الثانية أنه لا محرم مع الضرورة. فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. وإيضاح القاعدة الأولى وهي أنه لا واجب مع العجز، لأن من عجز عن واجب فإنه إما أن يسقط عنه الواجب بالكلية، وإما أن ينتقل إلى بدله إذا كان له بدل. فإذا أوجب الشارع شيئا وعجز المكلف عن الإتيان به، فإن لم يكن له بدل فإنه يسقط عنه، وإن كان له بدل فإنه ينتقل إلى هذا البدل. وتعلق هذه القاعدة بقاعدة الوجوب يتعلق بالاستطاعة ظاهر واضح، لأن الإنسان إذا عجز عن الواجب ولم يستطعه يسقط عنه وتبرأ ذمته بذلك، تبرأ ذمته من ذلك. وإذا كان له بدل، هذا إذا لم يكن له بدل، وإذا كان له بدل فإنه ينتقل إلى بدله ويصير الأصل ليس واجبا عليه. وإذا قدر عليه بعد ذلك هل يجب عليه أو لا يجب عليه، هذه مسألة يبحثها العلماء، ليس هذا موضع الحديث عنها. ومن أمثلة هذه القاعدة وهي أنه لا واجب مع العجز، لأن من عجز عن شرط من شروط الصلاة أو عجز عن شرط من شروط الصيام أو الجهاد في سبيل الله أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو غير ذلك من التكاليف فإنه يسقط عنه. فمثلا المأموم يجب عليه أن يصلي خلف الإمام، أو ويجوز له أن يصلي
مساويا له، لكن لا يجوز له أن يتقدم عليه. ولو تقدم المأموم على الإمام في الصلاة فإن صلاته لا تصح، لكن لو كان ذلك بسبب زحام فإن صلاته تصح، صلاة المأموم تصح، وذلك لأنه عاجز عن الصلاة خلف الإمام أو مساويا له في هذه الحال. وغاية هذه المسألة أنه عجز عن شرط العبادة فسقط عنه هذا الشرط وصحت العبادة. وكذلك لو أنه جاء ووجد الصف مكتملا ولم يجد فيه فرجة فإنه يجوز له أن يصلي منفردا خلف الصف كما اختار ذلك المحققون من أهل العلم، لأن غاية ذلك أنه عجز عن الدخول في الصف، عجز عن واجب وهو أن يكون في الصف. والقاعدة أنه لا واجب مع العجز، وهكذا في سائر أحكام الشريعة ولله الحمد، فإن من عجز عن شيء منها فإنه إما أن يسقط عنه بالكلية، وهذا إذا لم يكن له بدل، وإما أن ينتقل إلى بدله ويسقط عنه الأصل. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد ولتخفيفه عليهم. وأما القاعدة الثانية وهي أنه لا محرم مع الضرورة، فهي بمعنى قول العلماء الضرورات تبيح المحظورات. ومعنى ذلك أن المحرم إذا وجدت ضرورة للتلبس به فإنه ينقلب مباحا، ينقلب من حكم التحريم، ينقلب التحريم إلى الإباحة، لأن كل منهما حكم، فالتحريم حكم والإباحة الحكم. فمن كان في مجاعة ولم يجد إلا ميتة أو طعاما نجسا فإنه وخاف على نفسه الهلاك فإنه يجوز له أن يتناوله، يجوز له أن يأكله، لأن الضرورات تبيح المحظورات ولا محرم مع الضرورة، لقوله سبحانه وتعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فاستثنى المضطر من المحرم، والاستثناء من التحريم إباحة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فاستثنى ما يضطر إليه الإنسان من الحرام، والاستثناء من التحريم إباحة كما أن الاستثناء من الإباحة تحريم. وهذه القاعدة مقيدة بقاعدة أخرى، وهي أن الضرورات تقدر بقدرها، فيأخذ الإنسان مما يضطر إليه قدر الضرورة، ولا يجوز له أن يزيد على ذلك. ويدل على هذا قوله سبحانه وتعالى غير باغ ولا عاد، ومعنى قوله غير باغ بأن يأكل من الميتة من غير وجود سبب لذلك، فإن هذا نوع من أنواع البغي، أن يأكل من الميتة دون أن يكون هناك ضرورة تبيح له ذلك. ولا عاد، وذلك بأن يأكل منها أكثر من حاجته، فإن هذا فيه تعد
لحد من حدود الله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل هذه القاعدة وهي لا محرم مع الضرورة، ما وجه تفريعها على قاعدة الوجوب يتعلق بالاستطاعة؟ والجواب على ذلك هو أن الضرورة إذا حصلت للمكلف فإنه يكون غير مستطيع لاجتناب المحرم. إذا حصلت الضرورة فإن المكلف يكون غير مستطيع لاجتناب المحرم، ولهذا فرع المصنف رحمه الله هذه القاعدة وهي لا محرم مع الضرورة على قاعدة الوجوب يتعلق بالاستطاعة. وبعض العلماء كالسيوطي فرع هذه القاعدة وهي لا محرم مع الضرورة على قاعدة أخرى وهي الضرر يزال، وهي إحدى القواعد الخمس الكلية الكبرى التي تقدم ذكرها. ولا مانع من أن تنزع القاعدة إلى أكثر من أصل، لا مانع من أن تتعدد أصول القاعدة، أو أن تتعدد الأصول التي يعود لها فرع من الفروع الفقهية، بل ذلك يدل على قوة هذه القاعدة وهذا الفرع الذي ينزع إلى أكثر من أصل. وهذه القاعدة وهي قاعدة الوجوب معلق بالاستطاعة من القواعد المهمة جدا، سواء كان ذلك في العمل أم كان ذلك في الفتوى أيضا، فإن المفتي ينظر إلى حال المستفتي، فإذا وجده مستطيعا حكم عليه بما يليق بحاله، وإذا وجده غير مستطيع حكم عليه أو أفتاه بما يليق بحاله. ولما فرغ المصنف رحمه الله من هذه القاعدة ذكر قاعدة خامسة وهي الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وسوف نتكلم على هذه القاعدة في درسنا القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.